السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مقدمكم ومذيعكم بيكو مدريد من قناة إم بشكة والنور جاذب. الآن قدمت في السودان بالإسباني إزدكا تاميتو بالفرنسي لوكاتما. طبعا إخواننا من استديوهاتكم نستقبل اتصال هاتفي ومقابلة حصرية على هذه القناة. قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دبدب. ولكن كما تعلمون ان الوضع الرأي صعب لدرجة ان لازم تستخدم وضع الساتر علشان تحمي نفسك. مين هو؟ الفريق محمد حمدان نقل وقائد القوات الدعم السريع. مرحبا بك في قناة بشكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. يا هلا يا هلا في من قناة بشكت. عندنا لك طبعا اهداء اغنيتك الطالعة الامادي ترند الان في السودان. اسمع تفضل يا كنترول شغل. ما شاء الله بعد الكسرة دي يلعب باللي بعيد بعيد. ورحمة ربنا جعلوا جال البلو زقلوا محمد حمدان دقلوا أصوات القلب دقلوا ماسك الجميع أهلوا محمد حمدان دقلوا. بعد الاستماع طبعا أستاذ المشاهدين للأغنية إن شاء الله يا حبيبتي يا أخي تكون السبرايز دي عجبتك. يعني السؤال الأول، ما هي الأوضاع الآن الحاصلة بالضبط يعني في ساعة المعركة؟ الحكاية بشكت. لا هي أصلاً انبشكت والأمور جادت. آخر الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي يعني يقولون يعني السؤال طبعاً ما مني أنا الفريق محمد حمدان، السؤال طبعاً من الجمهور أو في 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 وسائل التواصل الاجتماعي، هل تفهمون أنت؟ تقول معليش يعني على السؤال، فتقول يعني أنت رقدت بالوطا واندسيت ولبت يعني لبت ومشيت اندسيت بور القوات الأجنبية، هل هذا الكلام صحيح؟ ما هو التعليق؟ وده كذب، لأن ده طريقتهم، طريقة الكذب والترويج. عليك الله عجبتني الضحكة دي، ممكن تاني تعيدها؟ وغش الشعب السوداني. بارك الله فيك. طيب نحن الآن معسكراتنا مفتوحة لكم، مرحبا بكم. الآن أرسل لكم عربات لو في طريقة تصل المعسكرات، صحيح في طرق مقفولة، لكن نحن الآن ممكن دارين مباشر من أي معسكر، دارين نطلع لكم لايف مباشر من أي معسكر إن شاء الله. فده كله ده طريقتهم. دي طريقتهم الكذابين، الكذابين المنافقين، دي طريقتهم. ما عندهم طريقة غير الكذب والنفاق والذهب والسلب، ودمروا الشعب السوداني. لكن إن شاء الله نقول الشعب السوداني أبشر إن شاء الله، نحن مع خيار الشعب والسودان هيرجع عزيز إن شاء الله. نعم. أنت تقول أنت يعني لست من بدأ ضرب النار، وبرهان يقول هو يعني برهان يقول انتم من بداتوا اطلاق النار، يعني احنا نصدق منه يعني يا محمد حمدان دقلو؟ يعني ادينا ادينا سيد عليك الله بال الزول ده مجرم، الزول ده مراهق، الزول ده كذاب، رجل فاسد، رجل حرامي، رجل مجرم، دمر السودان. المجرم هو جبرنا الان لهذه المعركه، والان هو مختفي زي الفار، ما معروف مختفي وين. طيب يعني ما ممكن انتوا ما في تفاوض؟ يعني ما في، شوفوا لكم اتفاقيه، اقعدوا في ترابيزه كده. والله في ترابيزه ثاني ما نقعد. تبقى يا دول بتمطر حاصل الليله قبل بكره، اليوم ده بدل تمطر مطر. يعني نحن بنسمع صوت رصاص وتيدانات واقعه في 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 البيوت او في 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 الخرطوم، يعني صوت رصاص يعني ما لكن هم علينا ضربونا، نجدوهم ببسكويت جالوا وجههم بالتفاح، ما اكيد ندرهم بالذخيره طبعا. علينا الان لا التفاح والبسكويت ده انتوا علينا احنا كمواطنين يا محمد حمدان تكل. طيب يا فريق محمد حمدان تكل، هديك كده من الاخر كده بلغه الشباب يا اصلي، انت وبرهان ما كنتوا كده فرد سوا
يعني ده بيقفل الليلة وده بيقفل الليلة وشاكين ان الدعم السريع جزء من الجيش والجيش جزء من الدعم السريع. يعني الحكاية شنو؟ الحنك البيش الحنك معاك البرهان شنو؟ هتجيب ميتين لأن الخرطوم دي اتدمرت خلاص والخرطوم دي بعد شوية قريب ما هيكون قاعد فيها. يعني ما ممكن الشعرانة دي حلال النايف مصيرنا شنو هنا؟ مصيرنا هنا كشعبي سوداني شنو؟ ورونا هتجيب ميتين ما ممكن دخاخين سودا دي عمار وقعت دي دعان وقعت هنا تبقى جاي لكترو تبقى جاي لبدوك تبقى جاي هوك تبقى جاي واي تبقى جاي هنا يا سي هدي بداية من الداخل تدينا زي تنتهي الليلة قبل بكرة. أنا أتمنى زي ما تتمنى أنا بقول إن شاء الله تنتهي الليلة قبل بكرة لكن الحرب طبعا ما معروف الحرب زي ما بقولوا فر وكر ما معروف من الآن ناس بقاتل فينا كيف نجيب هم بقاتل فينا هاجين فينا الآن كيف نجيب يعني قول خلاص إن البرهان ده يستسلم وانت خلاص يعني بقيت الكل في الكل سيد الرصة والمرصة وبقيت الرجل الوحيد يعني في السودان او الحاكم الوحيد لجمهورية السودان. يعني ما هو هدفك؟ يعني ما هو الهدف الذي ممكن ان تقدم للشعب السوداني المسكين الذي عانى معاناة طويلة؟ يعني ما هو هدفك؟ يعني احنا الان هدفنا ما عندنا هدف هدفنا ما